بسم الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمهم الله. الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. أين القارئ يا شيخ؟ من سيقع؟ أنا أم حسام. بارك الله فيك شيخ. مش عارف، ممكن تقفل السبايك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المرض، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت الحاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه فاتبعه فاتبعه. وعنه رضي الله عنه قال: وإذا مات فاتبعه. إذا مات فاتبعه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5: من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5: من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا.
قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. ولفظ ابن حبان حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن حبان بكسر الحاء المهملة. لفظ ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من في الجنة. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة قيل وما خرجنا بضم الخاء في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. ولفظ الموقوف: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له. ومن أتاه مصبحا. نعم، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خليف في الجنة. رواه بنحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا، وزاد في أوله: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة، فإذا جلس غمرته الرحمة. ورواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا أيضا ولفظه: ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اختمس فيها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإياكم عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. هذا الباب العظيم الذي يقصر فيه كثير من الناس، اسمحوا لي في ذلك أيها الكرام الفضلاء. نعم، نحن مقصرون فيه، حتى أصبحت زياراتنا للمريض وعيادتنا له واتباعنا للجنائز إلا إذا كان قريبا أو صديقا أو معرفة. لا، نريد أيها الكرام الفضلاء أن يكون هذا هجيرنا دون أن يكون لنا صلة قرابة. لا شك أن القريب والرحم والصهر والختن والجار والصديق إلى غير ذلك، لا شك أن هذا له حقوق.
هذا لا يختلف، لا يختلف عليه اثنان إن شاء الله من العقلاء، لكن أنا أتكلم على هؤلاء الذين ليس لنا بقرب إلا قربة الإسلام. وأذكر سبحان الله في مستشفى النقاهة اللي كانت في العزيزية، لما كنا نذهب لزيارة المرضى هكذا لله يعني، والله يا أحباب الكرام كان هناك حالات 15 سنة وهو تحت التنفس الصناعي ولا يزوره أحد، له قرابة نعم، له أولاد نعم، له زوجة بل ومنهم من له زوجتان، له جيران نعم، له رفقاء كانوا في الدراسة نعم، وليس عنه ببعيد، لكن 15 سنة ومنهم من 10 سنوات وهو تحت هذه التنفس الصناعي ولا يزوره أحد سبحان الله. ولذلك نريد أيها الكرام الفضلاء، أنا أحببت أن الوالد يقرأ الحديث كله متصلة ولا تدخل في شيء إلا في نهاية القراءة حتى تكون الأفكار متسلسلة على زهاء 10 دقائق ونحن نستمع لهذه الحديث العظيمة. نريد أيها الفضلاء الكرام أن نزور المريض لله عز وجل، ليس شرطا أن يكون هذا المريض هو من أصهارنا أو من أنسابنا أو من أقاربنا أو من أرحامنا، ستفعل ذلك أنت لا غرو في ذلك ولا محالة إن شاء الله عز وجل، لكن من منا رضي الله عنكم وأرضاكم يجعل يوما كذا لله عز وجل مع فراغ شغله وما عنده فيه ارتباطات فيجعل فيها حديث وأعمال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يذهب كذا إلى المقابر يزور المقابر للعبرة والعظة والدعاء لهؤلاء الموتى. أنا أذكر سبحان الله أيها الكرام الفضلاء من القصص أن أحد الناس رأى في المنام، رأى في المنام في الرياض، هذا الكلام عند مقبرة النسيم، رأى أن أهل المقبرة قاموا كلهم وعليهم ملابس بيض ووقفوا عند جدار المقبرة من الداخل، ما خرجوا برا المقبرة، وينادون كلهم فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان. تكررت عليه هذه الرؤية عدة مرات، قال فخرج وسأل حتى وصل لفلان ابن فلان، هذا الذي الأموات في الرؤية في المنام جالسين وخرجوا من قبورهم ينادون باسمه، قال فوجدت عرفت المسجد اللي صلي فيه وذهبت إليه وقلت له والله يا أخي أنا رأيت رؤية تكررت علي وأريد نذهب للبيت وأقصها عليك. قال طيب تفضل الله يحييك. فذهب إلى البيت، قال الرؤية رأيت أن مقبرة النسيم الموتى الذين فيها خرجوا من قبورهم عليهم ملابس البياض وكلهم وقفوا عند جدار المقبرة من الداخل وينادون باسمك. قال فضحك الرجل سبحان الله، ضحك الرجل ثم قال نعم، قال أنا كان عندي مشكلة في الكوليسترول، اسمع يا أخي، قال أنا عندي مشكلة كان في الكوليسترول فذهبت للطبيب وأعطاني علاج، وقال أيضا علاجك المهم أنك تمشي كل يوم، تمشي نص ساعة ساعة لربع. قال فكنت أمشي حول مقبرة النسيم، تعرفون الإنسان دائما لما يمشي يحتاج ممشى يكون كبير، المقبرة طبعا كبيرة وهي بجوار بيته، فكان طول ما هو جالس يمشي حول المقبرة اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، أبرد عليهم قبورهم واسعد لهم ضيق ملاحدهم، هذا دعاء كله للموتى، كل الدعاء للموتى. قال ثم استمرت على هذا شهرا، ثم ذهبت إلى الطبيب للمراجعة فقال لي أبشر ما شاء الله الكوليسترول نزل وبالمستوى الطبيعي بل مستوى كمان أجمل وأفضل من الطبيعي. قال بصراحة بعد ما قال لي كده ما عدت تمشي ولا عدت أدعو للإيش للأموات. فهذه هي الرؤيا سبحان الله. أي والله يا إخوان نعم،
ينتفع الأموات بدعائنا. أما يقول لك الدعاء يذهب الأموات على طبق كأنه من حرير أو على طبق كأنه الهدايا، لا هذا كله كلام غير صحيح. لكن الدعاء ينتفع به الميت لعموم الأدلة الدالة على ذلك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وأيضا دعاء حديث دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب: وكل الله ملك عند أذن يقول ولك بمثل. ومن قال اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فله بكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلم حي وميت حسن إلى يوم القيامة. فبعموم هذه الأدلة كلها ينتفع الأموات بماذا؟ بالدعاء. وهو أفضل ممن يفعل يقول أقرأ ختمة وهدي ثوابها للميت. هذا في خلاف كبير بين العلماء، والذي يترجح العلم عند الله أنها لا يصل ثواب الختمة، لا يصل ثواب الختمة. فالدعاء أفضل منها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فانظر أيها الكرم الفضل، هذا الذي نحن نريده. نحن نريد أن نبذل الدعاء والزيارة لمن عرفنا ومن لم نعرف. يعني المستشفى التي بجوارك مثلا تجعل لك يوما تعود فيها مريض، تجعل لك يوما تذهب وتقرأ عليه رقية، والفاتحة 7 مرات أقلها. يعني كما كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في عيادة المرضى، كما فعل مع جابر لما عاد عليه الصلاة والسلام قرأ عليه صلى الله عليه وسلم وصب عليه من الماء. فكل هذا يدل على مثل هذه الأمور الجميلة أيها الكرام الفضلاء، وهذه الأحاديث الجليلة التي وردت في عيادة المريض. الحديث حق المسلم على المسلم 6، وأيضا حق المسلم على المسلم 5، لا منافاة بينهما. فذكرت 5 في مقام من المقامات، وذكرت 6 في مقام من المقامات. وعلى كل حال، بالنسبة لحديث حق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم 5 متفق عليه. رواية مسلم هي اللي حق المسلم على المسلم ايش؟ على المسلم 6. فلذلك لا منافاة إن شاء الله في هذين الأمرين. هذه الحقوق أيها الكرام الفضلاء كما هو واضح منها فيما لما تمر كده على هذا اللفظ حق المسلم على المسلم، فلما يعبر بكلمة حق يشعرك بالوجوب، يشعرك بإيش؟ بالوجوب. وكأنه قال إذا سلم وجب عليك أن ترد السلام. وفي الرواية الأخرى إذا لقيته فسلم عليه. ولا شك أن إلقاء السلام سنة ورده واجب. ولذلك أبو داود السجستاني سبحان الله، لا خلي هذا يأتي معنا في تشميت العاطس. طيب، وهذا مفقود بين كثير من الناس، حتى أصبح ما يسلم عليك إلا الذي يعرفك، إذا ما يعرفك خسرك ولا سلم عليك ولا شيء. يمر الناس والله سبحان الله في العمارة الواحد، يسكنون في العقار الواحد، في الحي الواحد، في الشارع الواحد، يمر بجواره ولا يسلم عليه. والنبي يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. أزمة كبيرة في إلقاء السلام. حتى إذا اتصل بالهاتف بدأ مباشرة دخل في الموضوع، والنبي يقول ومن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام. فنريد أن نعمم حتى في رسائل الواتس: صباح النور، صباح الرضا، صباح البشارات. يا أخي قول السلام عليكم وبعدين قل ما تشاء. قال الشيخ بن باز رحمه الله في معرض سائل يسأل، وكذا الشيخ بن عثيمين وكذا اللجنة الدائمة، قال إذا دخلت على أناس في العمل أو كذا فقلت صباح الخير وكذا، قال قل أو قلت مثلا أو قلت لهم مساكم الله بالخير لغير ذا،
قال قل السلام عليكم أولا ثم بعد ذلك قل ما شئت من التحايا التي لا حرج في ذكرها. أهم شيء السلام الأول، تحية أهل الإسلام لما خلق في الصحيح، لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح فعطس فحمد الله فقال يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم انظر ماذا يردون عليك، فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فزادوا ورحمة الله. والنبي قال السلام عليكم عشرة، دخل واحد قال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30، وصح في الرد وزيادة ومغفرة حسن العلامة الألباني رحمة الله على الجميع كما في جامع الإمام الترمذي. فلذلك نريد أن يا جماعة الخير مشاكلنا في البيت أغلبها يدخل البيت ما فيش السلام عليكم، ومن حديث أنس إذا دخلت فقل السلام عليكم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، لذلك ما في بركة في البيوت. ضامن على الله من قال السلام عليكم من الله عز وجل، ضامن على الله أجرك على الله عز وجل. لذلك كثرة المشاكل وكثرة الشقاق لأنه داخل ينفخ ما في لا سلام عليكم ولا شيء، ويكفي أنك أنت تقول السلام عليكم تشرد الشياطين، تقول ما أدركتم المبيت. فإذا قرب الطعام فقال بسم الله قال لا أدركتم لا مبيت ولا عشاء، وبعض الناس الشيطان معاهم في 94 ساعة في 24 ساعة، أصلا هو شيطان أصلا والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن يوحي بعض إلى بعض زخرف القول غرورا، هو أصلا شيطان عياذا بالله. لذلك نريد أن نعلم أولادنا نعلم بناتنا مثل هذه الأشياء، ونعلمهم أن يستغلوا أوقاتهم فيما ينفعهم. منظر والله منظر مقزز، وانت في الحرم تجد الرجل عليه سيم الصلاح وهو جالس يصلي ويقرأ القرآن وابنه جالس يلعب في الجوال، مطلع بالوت ولا مطلع الألعاب الإلكترونية في الجوال، أهذا مكانه؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تلقى المرأة فيها الصلاح وفيها الخير وبنتها جالسة تلعب لي في جوال وتدخل على مواقع ماجنة وفاجرة، نسأل الله السلامة، وهذا شيء مشاهد أيها الكرام الفضلاء. وإذا تكلم يقول لك لسه صغير، صغير إيش الله يرضى عليك، هذا الصغير يعرف أكثر مني ومنك في أشياء ما عرفنا إلا ونحن كبار. أي والله العظيم، وهو ابن 4 سنين وخمس سنين وست سنوات يعرف ما لم نعلمه نحن إلا بعد ما وصلنا 30. ولذلك نحتاج إلى جلسة تأني مع النفس لنحسن كيف يربى الأبناء في البيوت. عيادة المريض وما فيها من الأجور العظيمة، الله أكبر، شفت الأجور الجميلة هذه في عيادة المريض، سبحان الله، إذا عاد صباحا 70,000 ملك يستغفروا لك لحد ما تمسي، وإذا عدته مساء 70,000 ملك يستغفر لك حتى تصبح، ومنادي ينادي يقول طبت وطاب ممشاك، والله عز وجل يقول لك طبت وطاب ممشاك. لا إله، بعض الناس يزور المريض وليس له أجر في زيارة المريض، كيف هذا يا شباب؟ كيف أنت تزور المريض وما لك أجر؟ من يوضح لي هذا؟ الله يرضى عليكم، من يوضح لي هذه المعضلة؟ أيوة والدنا، أيوة راح مجاملة عشان ما يزعلش مني الربع، ما يزعلش مني أرحامي، ما يزعلش مني أصهاري. طبعا عم يقول أرحامك يعني أصلك وفرعك، أما أصهارك هم زوجات اللي هم أزواج البنات. البعض الناس يقول لك رحيمي، هذا لا، رحيمك هو أصلك وفرعك، وقصد أنه هو إيش أخو زوجته، لا هذا خطأ. فهو رايح مجاملة ذاهب، حتى لا يقول لك يا أخي يأكل وجوهنا هدول، والله لو ما رحنا هدول بيأكل وجوهنا. يا رجل سبحان الله، تتكبد مشقة وعناء طويل، وأحيانا يسافر من مدينة لمدينة كله من أجل مجاملة. لا إله إلا الله، مسكين هذا ضيع هالأجور العظيمة الجميلة، إن المنادي ينادي يقول له طبت وطاب ممشاك، وربنا كمان يقول له طبت وطاب ممشاك. سبحان الله، إيش الأجور الجميلة هذه اللي يضيعها؟ أي يضيعها الإنسان من أجل مجاملة رخيصة لا قيمة لها. لماذا مثل هذا؟ ليش تضيع من هالأجور الجميلة التي أنت بنية صالحة تستطيع أن تحصل عليها؟
من عيادة المريض وما فيها من الفوائد العظيمة وما فيها من الآداب الجليلة. بعض أهل العلم جعل حكم عيادة المريض سنة مؤكدة، جعلها سنة مؤكدة أيها الكرام الفضلاء، وشيخ الإسلام قال فرض على الكفاية كما في الاختيارات الفقهية، وهو صحيح إن شاء الله أنه فرض كفاية، وهي أنها فرض كفاية. وبه قال أهل العلم، وأيضا اختاره الشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع. تأمل، شوف الحديث: إذا عدت المريض لم يزل في خرفة الجنة، بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح الفاء الموحدة. يعني إيش خرفة الجنة؟ يعني جناها، يعني ثمارها، تفاحها وبرتقالها ورمانها، هذا خرفة الجنة. انظر إلى الفضل الآخر. وطبعا هنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام الثواب اللي بيحصل على عائد المريض كأنه إنسان يجني الثمار من بستانه. تكون كده، يكون عندك بستان وبدت الثمرة تخرج، يخرج الرمان ويخرج التفاح ويخرج المانجو والجويافا والبرتقال والأناناس والجريفروت والفراولة إلى غير ذلك، وانت يعني تجتني والمشمش إلى تجتني هذه الثمار، يكون عندك سعادة عظيمة سبحان الله. مثلها مثل ما تروح تزور تذهب لزيارة المريض. وانظر إلى هذا الحديث، ينادي انظر، تأمل: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. يعني مو شرط يكون ولد عمك ولد خالك وصهرك وختنك ونسيبك، لا، أخ في الله مسلم فقط. أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، لا تحرمنا هالأجور العظيمة. الله يقول لك هالكلام: طبت وطاب ممشاك وتبوأت. والله لو قالوا لك لو رحت زرت كل أسبوع المرضى، محافظ البلد أو عمدة الحي سيتصل بيك ويقول لك كذا وكذا وكذا، أظن أنك ماك سايب هالزيارة أبدا. فما بالك إن الله عز وجل هو الذي يقول لك هذا. الله عز وجل هو الذي يقول لك. هل استشعرنا هذا يا كرام يا فضلاء وأنتم أهل لذلك؟ ولا نزكيكم على الله. اجعلوا برنامج لكم في يوم من فراغك، يوم جمعة يوم سبت، روح كده المستشفى، اعتبر وانظر إلى من هم في العناية المركزة، من هم على الأسرة البيضاء، وأنت الحمد لله الله جعل لك صحة وعافية، فتستعمل هذه في طاعة الله عز وجل. وانظر الآن، أنا من الأخبار العجيبة سبحان الله، حتى تعلموا العاقبة لهؤلاء المغنين عافانا الله وإياكم. هذه مغنية الآن سبحان الله أصيبت بما يشبه سرطان في الرحم والأمعاء، فقالوا لها ندخل لك تيوبس، أنبوب من الحنجرة. قالت لا عشان صوتي ما يروح، أنا أصلا دي يعني وظيفة الغناء، الحمد لله عافانا ابتلى بي كثيرا من خلقه. فلذلك المرأة المباركة التي تحافظ على حجابها وعلى عفافها وتحافظ بنيتها على حجابها وتحمد نعمة الله عز وجل عليها بهذا، تأمل في مثل هذه الأمور العجيبة ومثل هذه الآلاء الجسيمة. فلا تعصي الله عز وجل بنعمه، لا تعصي الله عز وجل بنعمه وما أفاء الله عليك. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من فضائل زيارة المريض من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. يا الله يا الله، من فضلك أنت وماشي في طريقك أنت في الرحمة، تخوض في الرحمة، إذا جلست عند المريض انغمست فيها، انغمست في الرحمة. وإن رحمك الله عز وجل فلم يعذبك، رحمك الله لم يعذبك. هذه زيارة مريض يا شباب، أي مريض ذهبت لتزوره في الله عز وجل ولله وبالله تبارك وتعالى، ليس مجاملة ولا خوفا من ألسنة من أنسلة من ألسنة حداد ومن ألسنة ذرياب، إنما ذهبت إليه لوجه الله تبارك وتعالى وفي الله. طيب الآن
قال عليه الصلاة والسلام إذا زار في الصباح 70,000 يصلون عليك من الملائكة يعني يستغفرون له، وإذا كان في المساء 70,000 لحد ما تصبح. وكان له خريف في الجنة، الله أكبر، يعني بستان في الجنة، الله أكبر. إحنا لو قالوا لك بستان في الدنيا يطير الإنسان فرحا، فبالك ببستان في الجنة. فلذلك أيها الكرام الفضلاء، يقول الإمام النووي رحمه الله: وليست عيادة المريض خاصة بمن يعرفه فقط، بل هي مشروعة لمن يعرفه ومن لا يعرفه. انتهى من شرح على الإمام مسلم. كلام جميل، سبحان الله، كلام جميل. طيب، من هو المريض الذي تجب عيادته؟ قال لك: المريض الذي حبسه المرض عن لقيا الناس. أما إذا كان مريض لكنه يخرج ويشهد الناس، هذا لا تجب عيادته. لكن المريض اللي هو خلاص جلس في البيت ما بيخرج، فترة مرضه طالت أو قصرت، هذا هو الذي تجب إيش عيادته، كما قال الشيخ بن عثيمين في الشرح، في الشرح الممتع، في الشرح الممتع. طيب، عيادة الكافر. قال الإمام ابن حجر: لا حرج في عيادة الكافر المشرك إذا ترتب على ذلك مصلحة. طيب، مين يدينا دليل؟ من يعطينا دليل في ذلك يا شباب؟ إنه لا بأس. الرسول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما زار اليهودي، الغلام اليهودي، أيوة، راح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: قل لا إله إلا الله، أرأيتم؟ وأيضا حضر النبي عليه الصلاة والسلام موت عمه أبي طالب ودعاه للإسلام، كان في الصحيحين. فإذا كان في مصلحة لا حرج. طيب، هل تكرر العيادة؟ نعم، قالوا: تكرر ما لم يثقل عليه ذلك. إذا رأيت أنه هو يستأنس بذهابك إليه ويفرح لأجل ذلك، لو كل يوم ما في حرج. لأن بعض المرضى يستأنس لما يأتيه زيد من الناس، ولا سيما إذا كان يعني لهم صحبة طويلة ولهم رفقة ولهم جيرة ومن زملاء العمل من جماعة المسجد، يعني ويفرح لهذه، فلا حرج فيه، فلا حرج فيه في ذلك، فلا حرج في ذلك، ولا مانع إن شاء الله. وهل يطيل عنده الجلوس أم تكون الزيارة خفيفة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يحب لك أن تبقى عنده، إذا كان يحب لك أن تبقى عنده فلا حرج. وإذا كان تجد أنه هناك بعض الحالات يتأذى من طول المقام عنده، فلا تطل عنده المقام. إذن كل بقرائن الأحوال، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع. طيب، وقت الزيارة متى؟ لم يأتي في السنة ما يدل على تخصيص بوقت معين ولا بيوم معين، مشروعة في الليل والنهار كما قال ابن القيم في الزاد، إلا إذا كان في مستشفى ويحدد موعد الزيارة من الساعة 5 إلى 8 أو من 5 عصر إلى 9، فهذا كل على حسبه. نعم، وكان بعض السلف يعود المرضى في أول النهار وأول الليل، يعني يعود صباحا ويعود بعد العصر ليأخذ بركة الحديث: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، احنا قلنا الغدوة بعد الفجر إلى قبل إلى الظهر، هذا هو وقت الغدوة، والعشي من بعد العصر إلى المغرب، حتى يستغفر له 70,000 ملك إذا كان غدوة إلى حتى يمسي، وإذا كان مساء حتى يصبح، ويراعي حالة المريض والأرفق لهم. وإذا ذهب إليه يدعو إليه، مو يقول له: وش عندك؟ والله يا أخي عندي كذا وكذا وكذا، نفس المرض اللي مات به أبو عبد الله، أعوذ بالله منكم من زيارتك يا أخي. النبي يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. شوف النبي لما راح زار المريض عليه الصلاة والسلام، لما راح زار سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، قال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، يرددها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وقال كما عند مسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود حسان صح العلامة الألباني:
وعندنا أحمد في المسند أيضا من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض ولا مانع أن تقول له كيف حالك كيف تجدك. فالنبي كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي لما عاد أبا بكر وبلالا لما راحوا المدينة. سيأتي معنا هذا إن شاء الله عز وجل لما اشتكوا ما نزل بهم في المدينة فقال لهم كيف حالك وكيف تجد يعني كيف أنت وكيف أمورك. وأيضا يقول لا بأس طهور إن شاء الله إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. هذه من الآداب التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها أعمال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه الأشياء الجليلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنها يقول من تبع جنازة إلى غير ذلك مثل هذه الأمور عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليوضح لنا عظم هذه الأعمال أنها لو اجتمعت في اليوم. طيب ما يعني لما قال ما اجتمعنا في مرين إلا دخل الجنة وهذا يدل على فضيلة الصديق رضي الله عنه صاحب الأوائل والسبق دائما رضي الله عنه وأرضاه. النبي يقول من أصبح منكم اليوم صائما أبو بكر يقول أنا, من تبع منكم جنازة أبو بكر يقول أنا, من أطعم اليوم مسكين أنا, من عاد اليوم منكم مريض أنا. فيقول ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا حديث عظيم رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على خصال جليلة جمعها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وعندنا أحمد في المسند الحديث له قصة لما النبي قال ما أصبح منكم اليوم صائما أبو بكر قال أنا, من تبع منكم اليوم الجنازة قال أنا وجاي على الصلاة صلاة الفجر شفت في جنازة تبعتها وبعدين جيت أكمل الصلاة, من أطعم اليوم مسكين قال أنا وجاي للصلاة, طرق فقير باب فطلب طعاما فأعطيناه, ومن ما عاد منكم مريض قال نعم أنا وجيت للصلاة فسمعت أن فلانا هو مريض فذهبت فزرته. وهذا كله يدل على هذه الخصال العظيمة لأبي بكر الصديق. وهذا الحديث يدل على أن الصديق يجمع أعمال كثيرة في يوم واحد. لما قال ما اجتمعنا في مرين لا دخل الجنة معناه من غير حساب ولا جزاء. وأيضا كما قال القاضي عياض في إكمال المعلم بشرح مسلم اجتماع هذه الأعمال في يوم يدل على دوام السعادة وحسن الخاتمة ووجوب الجنة بذلك. طيب بالنسبة لمن كره قول أنا, بعض الناس يقول لك أنا وأعوذ بالله من أنا وأعوذ بالله من, نقول هذا يكره عند طرق الباب لحديث جابر في الصحيحين أنه طرق الباب فقال من, قال أنا كأنه كرهها النبي فقال أنا, فالنبي قال أنا لا إنسان تعرف بنفسك أنا فلان ابن فلان. أما في غير ذلك فلا مانع من قول إيش من قول أنا ولا كراهة في ذلك كما قال الطيبي في شرحه على المشكاة. النبي قال أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام, وربنا عز وجل قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, وإلى غير ذلك. والسؤال من النبي عليه الصلاة والسلام كان الغرض منه الاستفهام, والجواب أتى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واللفظ بقول أنا ليس هنا بمذموم لأنه إخبار, لأنه هنا بإخبار, إنما المذموم أيها الكرام الفضلاء أنه يقوله على باب الرياء أو الرعونة, مثل ما أن يقول لك أنا المذنب أنا العبد الحقير أنا الفقير إلى غير
إلى غير ذلك. نعم، قال فمن، المقصود كلمة فمن هنا التي ذكرت لما قال فمن تبع منكم جنازة، فمن أطعم مسكينا، فمن عاد منكم اليوم مريضا، ليست للترتيب، يعني ليس شرطا أن تكون مرتبة حسب الحديث، إنما هي للتعقيب فقط. يعني ممكن أن الأعمال تأتي الأربعة في يوم واحد، لكن ليس على نفس ترتيب إيش الحديث. وأيضا هذا يدل على فضل الصدقة وإطعام الطعام، فضل الصيام، فضل اتباع الجنائز، فضل عيادة المريض، منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا فيه جواز المدح للإنسان الذي لا يخشى عليه، الذي لا يخشى عليه الفتنة في ذلك، كما قال النبي ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. وهذه أيضا دلالة على أمثلة على أعمال البر، وإلا فأعمال البر كثيرة، أعمال البر كثيرة، والصديق له قدم راسخة في ذلك، وهو سباق إلى الخيرات، وهو مثال وقدوة رضي الله عنه وأرضاه. وما وطئ الثرى بعد الأنبياء خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الشانئون المجرمون الذين يطعنون فيه وفي ابنته، هؤلاء شرذمة قاتلهم الله وهم مبغوضون والعياذ بالله. ويأتي الصديق خصمهم والنبي خصمهم، ويأتي النبي خصمهم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ولذلك انظروا إلى ثمرة هذه الأعمال الجليلة، هي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها ومن طلابها وروادها. هذا ما تيسر إراده وتأيي إعداده عن الله على ذكري، فإن كان خيرا صاما ذاك حسبي، وإن كان دون ذلك من الشيطان من نفسي والله ورسوله منه براء. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسلم. ربنا تب لك والعصر الإنسان في خسر، الذين من المصلحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر.